نحن الآن في قلب الفلوجة على الجسر الذي تم إعدام الشهيد البطل مصطفى العذاري. نوصل رسالة للإرهابيين لا مكان لهم في العراق، وسنسحقهم بأقدام الأبطال العراقي القوات الأمنية جميعا وأبناء الشعب العراقي. يحتاج لها إلى جهد هندسي كبير، يحتاج أيضا إلى جهد الحكومة المحلية، وهذا اللي مع الأسف ما لاحظته موجود في المدينة. المفروض هم متواجدين مع القيادات العسكرية يعملون ليل نهار من أجل تنظيف المدينة، إعادة البنى التحتية قربة حتى الناس ترجع إلى منازلها. إحنا دائما قولنا هذا أنه لا يكتمل النصر للقوات الأمنية إلا بعودة النازحين إلى دول كبير ما بين الفلوجة وما بين الرمادي، عكس المعادلة تماما. الرمادي كانت مدمرة بنسبة 90% وأكثر، الفلوجة المناطق السالمة بها تقريبا بنسبة 90%، يعني الدمار يكاد لا يذكر مقارنة بحجم المعركة. أنا أقول لك ملحوظ واضح جدا، أكو أنقاض، أكو سواتر ترابية، يعني تنطف الانطباع للي متجول في الفلوجة أنه المدينة نوعا ما بها خراب، بس حقيقة الأمر كبنى تحتية كعمارات كأحياء سكنية لا يوجد نسبة تخريب، قليلة جدا تكاد تكون لا تخريب.